ولتفاصيل أكثر ينضم إلي عبر الأقمار الاصطناعية من سرت موفد قناة ليبيا الحدث رجب ليبلو. أهلا بك رجب. ونتحدث عن افتتاح راديو رعد 2 في سرت وتداعياته بحكم قربك من الحدث. هلا حدثتنا عما حدث؟ نعم مالك، سلطنا الضوء على راديو رعد في مدينة سرت بعد أن لاحظنا إحدى اللافتات المرفوعة أمام الراديو بأن سرت قبيلة واحدة، فتوجهنا لإعداد تقرير مصور حول راديو رعد، لربما كواليس هذا الراديو وكيف تم إعداده والشعارات التي يرفعها. سوف أستضيف رئيس عرفة واحدة ناصر الحاسي مدير راديو رعد. اولا اهلا وسهلا فيك على قناه ليبيا الحدث. الشعار الذي حمله الراديو يعني وهو ان سرت قبيله واحده وكل الشعارات المرفوعه بالداخل تدل على النبذ القبليه والتعصب والجهويه. انتم كراديو رعد جئتوا الى مدينه سرت بعد ان كانت شبه منعدمه للاعلام المحلي في الداخل، كيف جاءت هذه الفكره وكيف كان دعم لتاسيس هذا الراديو؟ نعم، اولا مرحبا بك خويا بليبلو ولكل مشاهدين قناه الحدث. طبعا بتوجيهات من السيد القائد العام، اولا اللي بنحيوه على اصدار قراره بان يكون للجيش وللقوات المسلحه منبر اعلامي يتحدث من عبره لتبين الدور الاعلامي العسكري، لتبين الدور المتكامل عن طريق اداره التوجيه المعنوي عن طريق الاعلام الحربي. وهذا فخر كبير الحقيقه نعتز به اليوم بان تناط القوات المسلحه بهذا المجال الرائع اللي استطعنا من خلاله ان نبين كل الادوار. اخوي رجب لسؤالك، طبعا احنا اول اعداد في مدينه بنغازي لراديو رعد، ومن ثم التوجيهات اللي اصدرت الينا عبر القياده عبر اداره التوجيه المعنوي نتوجه لمدينه سرت لتجهيز راديو رعد 2 باذن الله. راديو رعد سرت اسميناه، وضعنا تحت شعار سرت قبيله واحده. احببنا ان يكون لمه الشام المتكامله في هذه المدينه، احببنا ان تكون القبيله الواحده هي قبيله ليبيا بالكامل، احببنا ان تكون كل المقسمات الاجتماعيه داخل مدينه سرت بان تكون تحت رايه واحده، تحت عمل واحد لاجل النهضه. هو الهدف هو الوطن، لذلك كان هذا الشعار. التجهيز طبعا لراديو رعد، اولا نشكر كل من ساند راديو رعد وساند اداره التوجيه المعنوي من مدينه سرت من خارج مدينه سرت بالوقوف معنا ودعمنا في تجهيز راديو رعد بتوفير الامكانيات بتوفير اشياء كثيره حنعلن عليها في الافتتاح ان شاء الله. وانت جيت وشد درت تقرير وتابعت روحك موجود معنا وتتابع في هذا العمل. نحن اليوم نقدر نقول يعني انجزنا ما يقارب عن 90% من تجهيز في استاذنك. نعم من فضلك اود فقط سؤال رئيس عرفه ناصر الحاسي بان هل وضعت خطه برامجيه محكمه لراديو رعد 2 وعن الموعد الذي سيتم فيه اطلاق البث للقبيله الواحده؟ مالك يسأل بأن هل تم إعداد خطة برمجية لانطلاق الراديو ولتتناولها في الخارطة البرمجية، وأيضا متى سوف يتم افتتاح الراديو، معلل ذلك بأنه أو الاسم حسب ما ذكر مالك بأنه هو راديو رعد 2 أو سرت قبيلة واحد؟ أكيد هو راديو رعد سرت. بالنسبة لنا احنا كإدارة التوجيه المعنوي راديو رعد 2 لأن أطلقنا في مدينة بنغازي 1 والآن احنا في سرت نطلق الراديو 2، وإن شاء الله كلما تتقدم القوات المسلحة كلما تكون الجهود السلمية والعجلة اللي بتتحرك في الوطن احنا بنتابعوها بتبعها إدارة التوجيه المعنوي وإدارة راديو رعد بافتتاح الراديوات اللي كيف ما حكيت لك في البداية أن المنابر الإعلامية العسكرية الآن هي اللي بتتوحد مع الإعلام المدني، هيئة الإعلام والعمل المتكامل سواء إدارة التوجيه المعنوي سواء الإعلام الحربي سواء الإعلام المدني بوزارة الإعلام وهيئة الإعلام حتى نكون واحد. أما رصد سرت قبيلة واحدة لابد أخويا مالك أن نكون بشعار، لأن نحن لماذا خرجنا يوم 16/5/2014؟ خرجنا أولا لطرد الإرهاب، ثانيا لطرد المجرمين والخونة والمتسلقين ومن عبثوا في هذا الوطن، ثالثا لنبني الوطن
من هو الوطن؟ هي ليبيا. لذلك نحن يجب أن نكون تحت مسميات. السؤال يعني هل تم إعداد الخطة البرمجية وماذا تتضمن هذه الخطة ومتى الافتتاح؟ أكيد الخطة البرمجية أعددنا شقين في راديو رعد، شق عسكري وأدمجنا الشق المدني، ما قصيناش حد، جعلنا من البرامج المدنية لا حصة في راديو رعد، وجعلنا أيضا من البرامج العسكرية التوعوية التثقيفية، البرامج اللي بتوعي أبنائنا العسكريين، بتثقف، بتبين للعزيز نوشيابنا وناسنا كيف دور القوات المسلحة، من برامج رائعة إن شاء الله حتكون في هذا الشيء. وبالنسبة للانطلاقة طبعا أنا كمدير عام لراديو رعد بنجهز كل شيء، ومن ثم ننقل تقريري إلى إدارة التوجيه المعنوي، وإدارة التوجيه المعنوي عندما تصدر الوقت اللي هو قريبا إن شاء الله بإذن الله، ما نبوش نصف الأحداث لكن نقوله بإذن الله في خلال الأسبوع هذا أو في خلال 10 أيام حينطلق البث المباشر لراديو رعد إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم مدير عام راديو رعد رئيس عرفة ناصر الحاسي، وأيضا موفد قناة ليبيا الحدث في سرت رجب ليبلو، شكرا لكم.